ما يتعلق بالمأتم، أولا يا أخواننا من السنن المعروفة عندنا التعجيل بالدفن، دي سنة عندنا معروفة الحمد لله، والناس هنا ما بيتباطؤوا فيها. أول ما الإنسان توفي بيسارع بدفنه والتعجيل بذلك. بعد الدفن من السنن أيضا اللي أنا رأيت كثير من أهلنا بحافظوا عليها الدعاء للميت، مش الدعاء بصورة جماعية، الدعاء بكون فردي. النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. بعد ما دفن والناس مشوا منه تعاد له روحه، قال وإنه ليسمع قرع نعالهم، يعني مش كرعينه يسمعوا تعاد له روحه. الوقت ذاك يسأل الميت، ففي الوقت ده يسن من السنة تدعو له، ما بصورة جماعية. والشيخ الألباني ذكر فائدة جميلة وهي كيف يقيف الإنسان للدعاء. في ناس الواحد بيقيف وميد يدعي الغبر، انت ما بتدعو في الزول ده، ما بتدعو فيه هو، انت بتدعو في الله يثبته. عشان كده قال الإنسان يقيف أمام القبر ويرفع يديه إلى السماء، ده الدعاء. انت بتدعو في الله، بتدعو في ده، وحتى قال بيدعو كده كده، وانت شنو انت بتدعو له وبتسأل الله له، مش بتسأله هو. ترفع يديك كده فوق وتدعو اللهم ثبته كده، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته، تدعو له. طيب دي من السنن. الناس اول ما دفنت انتهى الدفن العزاء ما بينتهي، فرقوا بين انهاء العزاء وانهاء المأتم. المأتم بينتهي، المأتم هو شنو؟ التجمع، التجمع في بيت الميت. التجمع قبل الدفن ما في مشكلة، يعني من أعلنوا وفاة الإنسان خلاص الناس اتجمعت قعدت في البيت لحد ما غسل جهزوا اجتمع أهله، ولو اتأخروا قليلا إنه الناس اتجمعوا في الصلاة عليه أفضل، ما يكون تأخير كثير لكن تأخير قليل عشان الناس يتجمعوا في الصلاة عليه، لأنه لما يكسر العدد في الصلاة شفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت ثم يقوم على جنازته 40 رجلا، 40، لكن بشرط قال لا يشركون بالله شيئا. ما يجوا كمان الجماعة ديلك البنده في الفقرة ويجوا يصلوا عليه، ده بيستفيد من صلاتهم حاجة. موحدين، زول عقيدته خالصة نظيفة، قال 40 رجلا، ده كلام النبي يا أخواننا مو كلامي أنا، قال لا يشركون بالله شيئا، الحديث في صحيح مسلم لا يشركون بالله شيئا، قال إيش إلا شفعهم الله فيه. عشان كده الناس لو انتظرت قليل شوية كده يتجمع الناس في الصلاة عليه وتكون صفوف، وصفوف وترية 3 7 5 9 كده صفوف تكون لورا، صلوا عليه شفاعة. التجمع قبل الدفن ده ما فيه حاجة، يلا بعد ما دفنوه التجمع بعد الدفن بدعة من النياحة. الدليل على في مسند أحمد جرير الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي قال كنا، يعني صحابة، الشغل ده مو كلام ناس هاي، يعني ما يجي يقول لك لا لا والله نحن علمانا قالوا ما في شيء، علماء كن شنو؟ دي الصحابة. قال كنا نعد الجلوس بعد الدفن وصنيعة الطعام من النياحة، يعني ناس يقعدوا يسووا الأكل. أول ما جو من الدفن مات أبوه مسه، جو راجعين طوالي شوال فحم وشوال سكر وما تعرف جابوا الضبيحة وجابوا شنو والخدار، والناس تلمت ويزول المشي جاب عمود وجقعد، ها ده من النياحة. طيب ممكن زول يسأل سؤال، يقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. الحديث كان في قصة مؤتة لما استشهد جعفر رضي الله عنه وأرضاه. طيب يلا ركز معي في الحديث، قال يصنعوا لآل جعفر طعاما لأولاده يعني فقد جاءهم ما يشغلهم. إذن من السنة تصنع طعام تأكل به أهل المصيبة أهل الميت. لاحظوا الفرق، أنت جارهم مثلا، نحن وعندنا هنا حاج فلان يتوفى وليداته في البيت حزنانين ما عملوا أكل كويس، جارنا البيجاي جاب لهم الفطور، جارهم البهينة جاب لهم الغداء، ده جاب لهم العشاء. أول ما خلاص ألم المصيبة زال منهم
وقدروا يمشوا الجزارة ويجيبوا خدارهم ويعملوا ملاحهم براهم، خلاص انتهى الموضوع. فيبقى حديث يصنعوا لآل جعفر طعاما، مقصود به شنو؟ تأكل به أهل المصيبة. لكن طيب اللي بيعملوا الناس الليلة شنو؟ واحد يجيب عموده ويقعد به ويأكل ويمشي، علاقته شنو ده؟ ما عنده علاقة. ده التجمع المحرم اللي هو من النياحة، كويس؟ وزد على ذلك فيه تكلفة لأهل الميت، واللي بيصنعوا منه؟ أصل الطعام اللي بيصنعوه الجعفر ذاتهم، هم اللي بيصنعوا الطعام. طيب إذا كان هم قادرين يأكلوا نفسهم ويأكلوا غيرهم، إذن الأكل لزوم شنو؟ هناك العلة أصلا شنو؟ قال فقد جاءهم ما يشغلهم، يعني هم ألم المصيبة ما قادرين شنو؟ ما قادرين يسووا أكل ذاته، كويس؟ أما الضيف اللي بيجي، العلماء قالوا الضيف اللي بيجي من بعيد، مثلا جاك عمك يعزيك، خالك من برا الولاية من كده، قالوا يكرم إكرام الضيف العادي، زي ما زمان الوقت بيجيك ود أخوك ود عمك لما بيجيك زمان، إذا جاي من سفر بعيد ها كويس، يحتاج إنه تقدم له ما عندك من غدا فطور الحاجة في البيت تقدمها له ويعزي ويطلع يمشي. لكن أنت عارف الناس لما يعرفوا إنك أنت عامل أكل وجبات والناس بيدفعوا معاك قروش كمان، الشايلوا معاك ده بيدفع وده بيدفع وبخطوا ليك في كشف، لما يعرفوا ده الواحد بيجي بيتكسر بيقعد معاك يومين وثلاثة. لكن لما نعرف إنه ده عزاء جاي يعزي بس، ما في مشكلة في العزاء، جاء داخل عزاك أحسن الله عزاكم ربنا يصبرك، لله ما أخذ له ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، انتهى الموضوع. إذا في شيء مثلا من الإكرام العادي، أدرك وقت غدا وقت فطور، فطر مرق مشى، ده للمسافر ما في بأس، ما في بأس، ده أمر عادي. لكن ما يقعد يتكسر معك ثلاثة يوم، ثلاثة يوم قاعد لشنو يعني؟ في شنو؟ داري مرقو تاني الميت ده؟ ما حيطلع تاني، ما فيش بقعده. ورفع اليدين في الفاتحة كمان، أول ما جاء من هناك رافع يديه، وديلك رافعين يدينه، بيقولوا في شنو؟ بيقولوا في شنو؟ بيقولوا الفاتحة قال لهم اقروها منو؟ منو قال اقرا؟ طيب ممكن اقرا ياسين؟ أجا قف كده وداك يقف، وكن ما حافظة كمان، أرجع وجهي وصلحوني، ولا أجيب لي مصحف أفتحه ياسين والقرآن، وداك يقول رافع يديه وراجيني، ولا واحد يقرأ البقرة، مال البقرة؟ ماله؟ دار تقول لي لا البقرة كثيرة، وطيب تدقيسك يا طيب أقرأ إن أعطيناك الكوثر، ليه بتقرأ الفاتحة؟ مش دار شوية؟ أقرأ الإخلاص. شوف ده كله ما وارد. الورد شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، ده اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا ما في مانع ادعوا دعاء ثاني صبر بيه، البركة فيكم، أحسن الله عزاكم، ها كل من عليها فان، يعني أي شيء صبر بيه تصبر بيه. لكن تقرأ الفاتحة ما وردت، عشان ما يجي واحد ينظر لك ساي ويقول لك لا وانا بقراها وهبه لروح الميت، منو اللي قال لك؟ انت بتهب ساي؟ ما انت بتهب الشيء اللي بيصل، انت لو درت تهب له بجد انت حريص عليه؟ امرك قروش دي بتصل، امرك من جيبك ده، خلوا الكذب بتاعكم ده. واحد رافع يديه يقول لك الفاتحه عشان تمشي له، الفاتحه خليها ما بتمشي، خليها، امرك قروش اشتري لك مصحفين خدته في الجامع ده، صدقه للميت ده وقف، بيصلوا ده. أي زول قرأ القرآن ده ها قرأ منه بيصلوا. أعمل لك زيرين برا في الجامع ده ولا في الشارع ساي، أعمل لك زيرين صدقة، اللي بيشرب منهم كله شربت منهم طيرة ساي، كويس؟ تلقى الأجر ويلقى الميت، ما في بأس في الصدقة ولا عمرة، امشي اعتمر عنه، حج عنه، يصلوا أدعو له بيصلوا. أما تقرأ قرآن العلماء قالوا ما يصل، ما بيصلوا لأنه ما في دليل. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.